يعني أبرز شيء اللي أنا شفت ما تسمي المدنيين النساء والأطفال اللي طلعوا من باغوز يعني وقت المعركة، المعركة اللي استمرت شيء شهر ونص. واشترجي الهمر وصلتك مو؟ هي كانت أول مرة أنا بشوف وبحكي يعني وجهاً لوجهاً يعني للنساء الدواعش. استغربت لما شفت أشقد كتير منهم لسه ملتزمات بالأفكار والعقيدة الدعشية. فحتى الأولاد، أنا مرة حكيت مع واحد ولد من سوريا اسمه محمود كان عمره 12 سنة. أنت ما قرأت القرآن؟ نعرفه. هذا الولد كان يعني ملتزم 100% للأفكار الدعشية بالنسبة لأن يعني كل الناس اللي مش دواعش كفار. فحكينا لمدة شي تلت ساعة عن الموضوع. سألته هل أنا كافر؟ قال لي إيه أنت كافر. يعني وبرضو إحنا كان عنا فرصة نتكلم مع الرجال المقاتلين بتاع الداعش اللي برضو ما ولا واحد منهم قال أنا بندم للتجربة اللي صارت. هن برضو مقتنعين بالفكرة إن الدولة الإسلامية باقية وتتمدد. بالأخير أنا حسيت إن مزبوط هاي المعركة ضد داعش مش الحرب، المعركة كانت تنتهي بس الحرب ضد داعش هاي الحرب رح تول يعني سنين وسنين. أنا بعرف إن يعني في هاي الظروف في لحظات رعب وأيام وأيام يعني ما في شيء، فما كنت خايف، بس يعني خايف يعني بانيك. يعني لما واحد يكون بالحرب لازم يخاف، اللي خايف يعني معناته عم بيفكر. بس المهم ما يكون بالإنجليزي panic. إذا بيخسر القدرة على السيطرة على النفس هاي المشكلة. بس خوف عنصر إيجابي في الحرب، اللي ما عندوش خوف راح يموت. يعني أنا شعوري كأب لما بشوف يعني طفل اللي عمره يعني سنتين أو ثلاث سنين وهو مجروح ويعني على الأرض، يعني طبعاً يعني بيألمني كتير. فأنا ما بشوف الولد يعني هو داعشي مش داعشي، وبني أدم قد ما فيني أعطيته المي والمواد الغذائية القليلة اللي كانت معنا. فهذا شعور إنساني، يعني واحد ما يعني بالنسبة للكبار هذا موضوع تاني، مشان هن واعيين الرجال والنساء الكبار بيفهموا يعني شو عاملين، بس الأولاد ما إلو ذنب. في المخيم بتاع النازحين من باغوز بالهول قريب من مدينة حسكي، يعني في شهر 12 كان فيها تقريبا 7000 نازحين. في الشهر الماضي وصل هاي الرقم إلى 75,000. صار يعني عدد بناء المجتمع الداعشي في هاي المخيم. وبرضو في نفس الوقت نعرف إن يعني الخلايا النايمة كتير نشيطة في هاي المنطقة بالسورية. فأنا أعتقد يعني كصحفي بدي أرجع، بس مع الأسف بدي أرجع لهونيك بشوف إذا الأمور استقرت وصار في نوع من الازدهار. بس أنا خايف يعني الاستقرار والازدهار مش في المستقبل القريب.